أكمل الله بالخير والرضا والنعيم. كيف مشيتوا يا جماعة الخير؟ صحيتوا من الغيبوبة؟ ما توقع أن حد نايم بعد الوقت هذا بتاعت البتة. أدري أني تأخرت عليكم، أمس نزلنا سؤال ولا سحبنا على لحد الآن، لكن الآن نبى نسحب عليه إن شاء الله، ونبى ننزل بعد السحب سؤالين يصير نسحب على الفائزين بكرة إن شاء الله. الله يجعلها من نصيب واحد مستحقها، وعتب على العيد والنهار السعيد. سؤالنا: من هو آخر صحابي توفي من العشر المبشرين بالجنة؟ سعد بن أبي وقاص. الجواب: بنشوف من اللي بحالف هالحرب ويفوز معنا بمبلغ 1000 ريال. بسم الله. أم سعد بن أبي وقاص، ألف مبروك. اقبل علينا بخير عيد الضحية، جعل عليكم كل عام يعيدي، وانتم بخير وحياة هنية، بضعة المولى وعمر مديدي، العيد يجمع كل حي بحية، جمايل يفيدي، فيه التسامح والصلاة والحمية، غض النظر عن كل جاهل، وين الرجال أهل العقول الذكية، اللي لهم بط بمجد تليدي، اللي لهم بط بمجد تليدي، تغيروا ما بين صبح وعشية، صاروا لشينات النوايا عبيدي، الكل منهم ميدان خوية، يدور الزلة وفيها يشيدي، كثر الحسد بلين. هلا براعية الشرقية، يسعد مساكم. يا قلبي كل عام وانت بخير. من الفايزين عيدي على المتابعين. عيدي في جوالي، جوال ما تغير، عيدي هنا. يا قلبي.